دونك هذا للتوضيح فانو هذا زوج ايمان الشريف اللي كنت معناتها تحب ما يعجبنيش حتى مسكين ايمان ما يعجبنيش حتى تعرف مليش مضروبه فيه ماهوش الكوت فودغ نتاعي وان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله ربي يهنيه شومك قال لك وعلى وانا هني وامك شومي خرجت تدبرني فيها ما يقولكش لا هكا ماني يا ودي مشيت الطفل بعد جوفنتوس السيده زي خايبه طلعت شا جوست للزملاء في الريجي زياد باش خليه الاخرين مش عادي وحان تنقول لك علاش مش خليك الاخرين عندك عندي ليك حكايه هايله على الاخرين باهي علاش شكراني تمسكين على التصويره هذه باهي حقير جدا ما نحترمكش شكون قال لك اللي انت امبراطور الكوميديا شكون قال لك اللي انت كنت معناها من المؤسسين الوان مان شو في تونس جمله هذه مش صحيحه جمله ما نحترمكش انت صغير جدا انت انسان فاشل انت انسان ما عندكش حتى تاريخ وما عندكش حتى انتماء ولا احترمك جمله وتفصيل وعرض لي في الدوره برافو حنان برافو بون ما تسحقش برشا ذكي باش نعرفوا اللي هي تمسكي فوالا دونك للتوضيح تجاوزت العركه انت ويا سي على الاخر نحبوا برشا ليه هو غلط فيه وانا طلبت منه السماح باش تشوف القوه وين الله 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 مره كتبت مسكين على التصويره هذه قلنا شكون الساعه رابعة سيف اصحاب برشا هذه الرابعه باهي توا باهي نحب نقول رايي فيها كممثله ما تعجبنيش ما تعرفش تمثل ما تقنعنيش ومعناتها توا باش نحكي شخصيا معناتها نحي الماسك لا لا خليني بالماسك مغري يا خاطري elle fait pas partie de mon cercle d'amis وتشبه لي في برشا حاجات نحس لي هي ياسر كلاس سورتو في منطقها حاجه اللي تعجبني فيها على الاخر ياسر شو؟ كلاس كلاس والله ما فهمتش تمسكي ولا بالرسمي ما فهمتش اللي كنت تقول فيه تمسكي ولا لسه ما فهمت شيء افهم كما تحب انا قاعد حسب الكونسيبت نتاع ليميسيون ايه يا ابو هي قالت ما تعجبنيش معناتها هذاك دوب الماسك قالت كلاس ياسر اي في منطقه حاجه ما داخله بعض دوب الماسك هذا اللي عملته ليه ماهوش دوب الماسك عليه معناها ماهيش كلاس حتى تعرف الطفله ذكيتي فينا غوله وخايتي هي حره في كلامها معناتها انت قلت عليها لابسه الماسك قلت ياسر كلاس بلاش ماسك معناتها رايك باهي سونيا سي بيان شو محلاها التصويره هذه؟ رايي نحترمه يا بابا جوزيبي وما دراك انسان مخلص على الاخر صاحب صاحبه ما يعرفش الخيانه ما يعرفش الغدره ما عندوش طموح سياسي السلطه ما تعني له حتى شيء يحترم الاب الروحي اللي وصله اللي وصله لاعلى هرم في السلطه شعره قاعد يتيح داير قاعد تحكي شعره يتيح الحقيقة أنا نعتبره عنوان الوفاء عنوان الوفاء يدي سونيا أقسم بالله كي تحكي سونيا أسمع كلاس كلاس اليوم كاتبين عليك والله إيش كاتبين قال سونيا المرأة وعليها الكلام المرأة اللبس عليها وفينه برشا كومنتيرات على الأخر أقسم بالله يا سونيا أسمع سونيا قاعد يبندر لك مش عارف شنو يحب شنو يحب شنو والله سونيا الأهلية شو بعرفش اخترني